آله وصحبه ومن اتبع هداه. واعلم أنه إذا اجتمعتا آن في أول مضارع تفعل وتفاعل وتفعلل كالغائب مطلقا والغائبة والغائبتين، فيجوز إثباتهما نحو تتجنب وتتقاتل وتتدحرج وحذف إحداهما للتخفيف. توبزان هل كاتب بيت دوت الأول مضارع باب تفعل تفاعل تفعلل يا ديار تير لشش صيغي مخاطبة هي ولقل دو صيغي غائبة وكو مخاطب مطلقا يعني بهش صيغة كيوا وكو مفرد مؤنث غائبة وتثنيه مؤنث غائبة آلو هش صيغة يا دروس دهش نوي هر دوت يكان ولي تتجنبوا تتقاتلوا تتدحرجوا ودروس ده حذف يكي شامكي لبرتخ ولي تجنبوا تقاتلوا تدحرجوا أم جاء كامل لم دوتي حذف كراوة ما مستافر هو المحذوف الأولى على الأصحي وقيل الثانية حذف كراوة حذف كراوة تي كما بجواري زيادة كتي ماضي كي لسر قولي الصحي وقيل كي ضعيف شافا ما حذف كراوة كتي دومي زيادة كم ضارعا أو يوضع زيادة كراوة تي ماضية أو يدوائي زيادة كراوة تي مضارعا أولى وثانية يكم جار كالكتابة كما ناهية فجوري زيادة يا كم زيادة يعني تي ماضي دوام زيادة يعني تي مضارع ولا يحذف دام جاء فرقنا قال يظهر كان تي مفتوحا بلا قول يا صح فرمي تي ماضي حذف كراو كي كم جاز ذاك كراو دوام أنا فرمي تي مضارع ذاك كراو ولا يحذف من المجهول حذف تي ناكر لبنا مفعول ينبابنا هل لبنا فاعل حذف كراو للزوم اللبس بمعلومه المحذوف منه لو حذفت الأولى شو كلازم دي قران لقل فعل بنا فاعل يك حذف تي يك رابها لعين باب أقل تي يكمي تلفظ حذف تي يكمي تلفظ تي مضارعة أقل تي يكمي تلفظ حذف مثلا لتتجنبوا أقل تي يكمي تلفظ كمنظومة كي حذف مثلا تجنبوا أذاني بنا فاعل خولتي حذف تي لك تتقاتلوا تي يكمي تلفظ حذف مثلا تقاتلوا وأذاني هل بنا فاعل كي يحذف جلد كان في الهواء تتدحرجوا تي كم تلفظ كم تتدحرجوا وأذاني هل ماضية بنا فاعل كي مضارع بنا فاعل كي لعين بابه حذف تي كم حذف تي كم زيادة يعني تي ماضية كراو يا أبي تريان فرقني وبمجهول ما هو لمطاوعته لو حذفت الثانية لسان حذف ناقل تي لبنا مفعول مضارعة شنك لازم دي التباس قران لقلبنا مفعولي أو بابيك أمان هاتون بمطاوعي أو أقر دومي تلفظ حذبك خوي أمس بابا بابي مطاوعة مطاوعة أنت يا تفعلش وتفاعلش وتفعلش هسه كان مطاوعة أنت يا بابي تفعل ومطاوعي بابي تفعيلة بابي تفاعل ومطاوعي بابي مفاعلية بابي تفعل ومطاوعي بابي فعله كله بيش أباس ماكر ومطاوعي رباعي مجردة جاء أجر بيتو تي دوامي تلفظ حذف كيكا تي ماضي كي لازم دي بقور لقل بنا مفعول أو باباني كأمل بمطاوعات يعني بابي تفعل أقور لقل بابي تفعيلة مثلا تتجنبو تي دوامي تلفظ حذف كيكا تتجنبو وزاني لبابي تفعيلة وقت فرحوها تتقاتلو تي دوامي تلفظ حذف تقاتلو وزاني بابي مفاعلة وبنا مفعولة تتدحرج وقال تي دوامي تلفظ حذف كيكا تدحرج وزاني رباعي مجرد بنا مفعولة أقوار إلى قضاء لبر ولا بنا مفعولة ليت يا حظ ناك لبر أمدودني نمونش شاهد من بودينته ولا سر حسيت كان فلمه وفي التنزيل فأنت له تصدى ونارا تلظى وتنزل الملائكة تنزيل مصدر ومعناه اسم حليني منزل لو نزل نازل كراء وكقرآن وتنزل نازل كراء وكقرآن هاتوا أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى اللهم أو كسيك بي أخوي ببي نيازاني لبعض ما زكيتو تو سي برنجاري أو بي تو حقت شيا كأونا يدروني خان كاتو لكفر لو تصدى أصغي تتصدى بويك لبتك الحذف يا لآتي كاهتو فأنذرتكم نارا تلظى من أتان تفسير لا أقريك قبل يساء هاي هو أصغي تتلظى بو يكي لتك الحذف يا سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر دينا خواري وفريشت كانوا جبريل لو شهداء بفرماني فرورقاريا بهوي همو كاريكي بسودة لي لبيا تتنزلوا بويكي لدوتي كان
حذف بها. كسب رسالة قال جاك يلا ما أنا ماضين كي يلا مضارع يعني بلقت يلا سلوك ما أنا مضارع من ماضين وهالتيان هالكتيان هم إيش فهمه؟ ولو كانت ماضيات لقيلة صديت وتلظت وتنزلت أو تنزل بفتح اللام. أجل أمس فعل ماضي منها لبري تصدى وأبتها تصديت فنك أنت إلى في شو بمفرد مذكر مخاطب دي ماضي بمفرد مذكر مخاطب تي مفتوح في كتبت أو أبتها فأنت له تصديت أم تري أن تلظى أجل ماضي بها ضمير كتاء أشد بو مؤنث فعلش كضمير كتاء أشد بو مؤنث ولو كان مؤنث كتاء مؤنث حقيقي نبات هل واجبة على أمر التأنيث بي أبوابا أو أبويا فأنذركم نارا تلظى أجل تنزلوش ماضي بيا أبوا يا تنزلت البكتاء تنزلت الملائكة يا تنزل البكتاء بفتح لام نقبل ضمنها لأنك أخذ أولي فعل ماضي مبني من نسل فتاة تنزلت وتنزل باعتباره الملائكة مؤنث لفظية واسم ظاهريش فعلش خندو معنا نحو كيس نادرة ولا ظاهري مؤنث لفظي دلست علامة تأنيث بيه وبيه بيه ونبيه طلع الشمس طلعت الشمس يعني تنزل الملائكة تنزل الملائكة تنزلت الملائكة بلا أو سات تنزلون يا بترى بضم لام فعل مضارع وعامل معنى مرفوع لك وكم تنزل يا كلام مبني يقول سفت لو قاعدة بينا هات نسب قاعدة كبيونية بابي افتعال وهي فرمة واعلم أنه متى كان فاء افتعل صادا أو ضادا أو طاء أو ضاء قلبت تاؤه طاء لتعسل النطق بالتاء بعدها لإطباقها وانخفاض التاء توزان هلكته فالفعل باب افتعالي كبير في الحرفة صاد ضاد طاء ضاء البيت يا مهموسة كي يكره بطي مخلقي مستعليا شنك قرانا قتني تي مهموسة لدواء أمشو الحرفة شنك أمشو الحرفة سؤالا مطبقا تيش منخفضة مطبقا وحرفانا كبلاي سلويدا بلاي مراشوة قتلين حرفة كي برزو قرصا زمان يعني بو قلوه كريت او سؤال حرف هر سؤال يعني مطبقا تيش منخفضه يعني لا يخواري دمه او بتري جا قرانا لبيشا ام سؤال حرفا بلي زماني بو بري بو لاي سروي دم ام جا يكسر بو تيما موسكا زمان بيني بو لاي خواري دم لبرو قلبي تيكا كريت بطي مطبقتها وكو حرف مطبقه لفنا حرف مطبقه زمان هل لاي سروي دم ويشكاتو بأساني بو تري مثل اصطلح من الصلح وكو اصطلح كلمات دي صلحة النبي شعب الله باب افتعال بوب صلحة مصلحة يصلحوه يا صلحة يصلحوه بوب اصطلح تيما موسى كي كلا بطي مطبقه بوب اصطلح نبقى فعل فعلك صاد ولا تقلب الصاد طاء فتدغم لأن حروف الصفير لا تدغم في غيرها قلبناك لي صاد كي بطي دغم كري بلي اطلح شنك حرف الصفير دغمناك لنا غير خانا أو حرفاني كحرف صفير يا أمبيامان للتجويد أشكم داوة سن حرفك دنيا كان ليه ودي وكو في كوايا مثلا سينو زيو صاد هيتي أم حرفانا ناكر دغم بكرين بحرفتك سنك أو صفيرة أو دمي كدير أفوتي دوايا إخوان كاكري طيكي بكري بصول دوايا لقل الطربائي كخا ومثل الطرب من الضرب ولا تضغم الضاد أيضا في الطاء لأن حروف طوية مشفر لا يضغم بعضها في بعض ففي غيرها بالأولى وكو اضطرب لما دي ضرب فكي اضطرب وتكي وتطي وتطي اضطرب ناكل لضادك وكين بطي ودغم يطيب كين لطيها يعني لا تقلب الضاد طاء فتضغم الضاد في الضاد سنك حرف كان يضوية مشفر ضاد واو ياء ميم شين في الر أما أنا دغم ناكل اللي يكتر على غير خوش أنا بطريقة ولا دغم ناكل فلان تو إعلاني مرميون هي واو أكرب يو يكرب واو يك واو يك واو أكرب يو دغم يكرب لي أبيه استعني لدر كلام قاعدة كلينية مناسبة كما مصاب باس يكربوا فما حرف كان بوي مشفرون اللي يكتر ناك قلب ناكل بيكتر دغم بكرة حتى لما مرميون ناكل لغير خوانا بطريقة ولا ناكل وجاء العكس فيهما على خلاف القياسي دروس تعكس لها بجانب يعني لبري قلبي صاد بطل قلبي طيب كيف صاد لبري قلبي ضاد بطل قلبي طيب كيف ضاد أما كلها بجانب بلان في شواني قياسة سنك قلبي دوما بيا كم من اللي فيش شاوت ما كقياس وايا قلبي يا كم بكرة بدو أو اختابيتها الصلاح الله رب ومثل الطرد من الطرد وليس فيه إلا الإدغام وكو الطرد كلمة دي طرد أبو إطرد وتكيف وتطيو
اسمه عم يصير مو شكل الغام هذا جدا برابط اضطر دفع فعل كي طيب ابوي كي رابط وليس فيه الا الغام هل الغام كي عاشوا مثلين ندام كان هيك شيء ثاني ومثل الظلمة من الظلم يقول الظلمة كلمة هذه ظلمة وتئذ تلمة كان فكرة وباب افتعال تكيب وتطيب وتئذ طلمة ويجوز الطلمة على القياس والظلمة على خلافه لسه الله الطلمة لسه القياس كقلبية كما بدوم الظلمة كيف كيف بطيب دور طيب كيف تقول رأي الطلمة لسه الظلمة الله بفشاني قياس كقلبي دوما بيا كم طيب كيف وتظل دور من ذكرها ولضيع وتظلم وكذا المتصرفات وهلواء المتصرفات أم شوار فعلها أو عين شد أو قلبي تيبا طيان تيافي اصطلح يصطلح اصطلاحا فهو مصطلح وهذا المكان مصطلح فيه يلطرب يلطرب اضطرابا فهو مضطرب وهذا المكان مضطرب فيه اضطرد يضطرد اضطرادا فهو مضطرب وذاك مضطرد اضطلم يضطلم اضطلاما فهو مضطرب وذاك مضطلم عنده دوباره ومتى عصب وسلب ومتى يفعش يعني واعلم واعلم أنه متى كان فاء افتعل دالا أو ذالا أو ذاء قلب التاء هو دالا ثم ظن هكا فعل في الباب افتعال دال بيا دال بيا زي بيتي ما موسى كيف ليه بدال جاء مناسبة اللي قلبي تيكا كرابة دال لنا وبيسوها شحفكا لقاعدة كيف يحوشا قلبي تيكا كرابة طيب وهدو كان مناسبة بعض كافر ميل قربه ما من التاء مخرجا سنك مخرجي دال وتي كمبدلكا نزيك نزيك لمخرجي دال طي نزيك لمخرجي تي وكمبدل منه وكي لبرأوا قلبك ريب لأن هم حرف كان عمته قلبك ريب محرف فتقول في افتعل من الدرع والذكر والزجر إذ درع ونقيك وإذ ذكر وإذ دزع تقول الله لما بقى إسعان كذلك لما دي الدرع يعني زانين والذكر يعني يذكرنه بيركنه والزجر يعني يذكرنه لا تورمون الله إدرع صحيح إدرع أبو دالا قرابته اسم عبدالتين لهم غيره إدرع ديره إضطردوا إلغام نبيش كيت يعني إذ ذكر لما دي ذكر هو إذ ذكر كان أقول كلا بابي افتعال تكيب وتدال لهم إذ ذكر وفيه ثلاثة أوجه إذ ظلم هسي وجك إذ ظلم إذ ذكر لسا القاعدة كي هم أنكت يكيب كريبا دال إذ ذكر ذلك يكما بكريبا دوام لسا القياس ودغم بكري إذ ذكر لسا الفيشاني قياس دوام بكريبا يكم ودغم بكري إذ ذكر وازدجر وفيه وجه إصطلحة إذ دجر إلا ما دجر هو كان أقول كراه بابي فتعال وإذ تجر تيكيب وذال وإذ دجر هد وجهك إصطلح يعني إذ دجر لسلام قاعده دالا كشكي بزير دارم كمتا إذ دجر بلا عم نفتن إذ كيب كيب دارم دارم كي لسر قياس شنك زيجي حرف صفيرة وكو صادوسين ناكر قلب بكرين بغير إخوان وأما قلبها مع الجيم دالا كما في وجد الزشيحة فشاذ بلان متاسه قلت ما لقلم سي حرفها تيكا كري بدال بلان زال خلو كرني او تيبابي افتعال اللي قال او يا كفار في لكي جيم بكري بدال وكل بشعرها هي اما الشاذ شيء فارتيش بشكل شعر كاله فما مستقر باغي هنا تي فرمي فقلت لصاحبي لا تحبسانا بنزع اصوله وازدز شيحة يا وازدز شيحة بهاوريكي خوم قلت محتل مع المكه بهالكرني الرجيم جاوا بوخوت شيح هالكنا إذا الفاء عاطفة حرف لا محلها من الإعراب قل فعل ماض مبني على السكون أتى في محل رفع فاعل اللام حرف جر لا محلها من الإعراب صاحبي اسم مجرور بالفتحة المقدرة وهو مضاف إليها في محل جر مضاف إليه لا ناهية حرف لا محلها من الإعراب تحبسا فعل مضارع من خطاب الواحد بلفظ الاثنين الألف في محل رفع فاعل مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون نا في محل نصب مفعول به بنزعي جار ومجرور متعلق بلابسا بلا تحبسا في محل نصب مفعول به غير فرح من تحبسا ونزعي مضاف واصولي مضاف اليه مجرور بالكسره وهو مضاف الهاء في محل جر مضاف اليه الواو حرف عطف لا محلها من الاعراب اجدز او اجدزي فعل امر مبني على الكسر اي الفتح وفاعله ضمير مستتر تقديره انت وشيحا مفعول به منصوب بالفتحه وجمله لا تحبسانا مقول للقول في محل نصب والشاهد هنا في قوله وازدز شيحة حيث قلب تاء الافتعال مع كون فاعل فعلي زيما دالا شذوذا نجاة مامو لو قاعدة كان باب افتعال دينا سر دونوني تأكيد أفرمه وتلحق الفعل غير الماضي والحالي ولو لفظا فقط نوناني للتأكيد
إلا في الدعاء كدامن سعدك. وقال عليه الصلاة والسلام: فإما أدركن واحد منكم الدجال فليقرأ بسورة الكهف، لمعنى الاستقبال فيه. وشذ في اسم الفاعل مثل قائلنا أحد الرشود. الكب آخر فعل وبشكل فعل ماضي نبي وفعل مضارع كجنبك أبو حاضر شي ما يو فعل أمر ما يو تقف فعل مضارع كاك حتما بو استقبال به. ولو لفظا فقدنا الكب آخر فعل ماضي وبا هذا لفظ فعل ماضي به لمعنى أبو حاضر استقبال به. فما نذان يستئن كبسة ترفع لماضي معناه كيف هو استقبال. إن أكرمتني أحسنت إليك أو هذا كان هو استقبالا بلام شنك لفظك عن ماضي قد نات عن دون تأكيدي في أبني في الكاتي دون بو تأكيد هم كاتي نالك بآخر فعل ماضي إلا كاتي نبك بو دعاك وكو أمشي لك على دائما نستعدك لو رحمت متيما لولاك لم يكن للصبابة جانحا. يا أخوة دوامي بختوري با مش أنا قرداغيات ياتي يا أخوة دوامي بختياري با خوز قطور رحمة بكر دائما بزليل يكي عشق كاقرتون أبو يا قد ميلي دلدارين يكن داما فعل الماضي مبني على الفتح مؤكد بالنون الثقيلة سعدو فاعل مرفوع بالضمة وهو مضاف كي في محل جر مضاف إليه. لو حرف تمن حرف لا محلها من الإعراب رحيم فعل الماضي مبني على السكون والتاء في محل رفع فاعل ومتيما مفعول به منصوب بالفتحة. لولا حرف امتناع لا محلها من الإعراب وحرف جر والكاف في محل جر والجار والمجرور لا يتعلق بشيء والكاف في محل رفع مبتدأ وخبره محذوف تقديره موجود. لم أداة نفي وجزم وقلب حرف لا محلها من الإعراب. يك فعل مضارع ناقص حذف نونه على خلاف القياس واسمه ضمير منصرف تقديره هو راجع للمتيم. وجانحا خبره منصوب بالفتحة وللصبابة جار ومجرور متعلق بجانحا في محل اسم مفعول به غير صريح جانحا. وجملة لم يكن للصبابة جانحا جواب الأولى. وجملة الأولى لم يكن للصبابة جانحا في محل نصب صفة لمتيما. والشاهد هنا في قوله داما حيث إن الماضي لحقته نون التأكيد في الدعاء. أما لا شك فعل ماضيك بدعاء داما أبينك نون التأكيد في أول كامل. لحد الشام أنا في عمر صلى الله عليه وسلم فرميتي أقل يك يكتان دجالي دي سورة كهف بخيونه أقل يك يكتان الدجال قيس فإما أدركن واحد منكم الدجال فليقرأ بسورة الكافي. أما ماضية بشذوذ نوني تأكيد بيون الكاوبو لمعنى الاستقبال فيه. وجه الشذوذ كيش معنى استقبالك تياتي قنا وإستا قلت من هل لفظ الماضي في وين هالك. وشذ في اسم الفاعل شاذ الكاندني نوني تأكيد باسم فاعله. نمونا كيفكو أقائلنا أحضر الشهود لو بشك لشعرك أريت إن جاءت به أملودا مرجلا ويلبس البرودة ويلبس البرودة ولا ترى مالا له معدودا أقائلنا أحضر الشهود في أمر الله أقرأوا من الله أقرأوا آفرته أو من الله بينا نرمونول بير سريشا نكراو بقماش جواني لبرابي وتو مالك يبجرى ونبيني بو من عليك. قد الله يشاهد بين كمن على خويتي معلوم من على خويني بأن في وقرينا الهمزة همزة استفهام حرف لا محل من الرب. قائل اسم فاعل مرفوع خبر مبتدأ محذوف تقديره أنت أو أنتم مؤكد بالنون الثقيلة شذوذا. أحضروا فعل أمر الواو في محل مبني على حذف النون الواو في محل رفع فاعل. الشهود مفعول به منصوب بالفتحة وجملة أحضر الشهود في محل نصب مقول القول. الشاهد هنا في قوله قائل نحن إن الفاعل لاحقته نون التأكيد شذوذ. قلت ما نبي يا فعل أمر به يا فعل مضارع به كبو استقبال به هل استقبالك كش بزني أفهمه. ويشترط في اللحوق أيضا معنى الطلب وشيء لا وبيقول كان لقل معنى استقبالا معنى طلب شكاب داوى كان ذا تحقيقا كالأمر أو تشبيها كالنفي. يا أبي طلبك محقق وكل أمر طلبي فعل هي وكل نهي طلبي ترك هي وكل استفهام طلبي علم هي وكل تمنية طلبي وقوع هي. مثلا يا طلبك التشبيهي بوكو نفي نفي خوي طلبي تياني بلا لنهي أسد لو كان كان عدم نفي أنت يا عدم أنت يا بلا خوي طلبي تياني بتحقيقي بلا شو قال لنهي أسد أيش أكره من تأكيدي فيه وبلكي دون الأخبار.